زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند للجزائر لم تعر وسائل الإعلام الفرنسية أهمية لهذا الحدث، بل ذهبت لاعتبارها محطة عادية المستفيد الأكبر منها الجزائر، متجاهلة مصالح باريس الاقتصادية. تفاصيل مع أحمد بوطاف. رغم الأجندة الاقتصادية الثقيلة التي حملها نزيل الإليزيه فرانسوا هولاند في زيارته للجزائر، إلا أن الصحافة الفرنسية وكالعادة حاولت اللعب من خلال بعض الافتتاحيات على وتر الرئيس الذي يحاول إنقاذ صديقه الرئيس بوتفليقة. صحيح أن الوسائل الإعلام الفرنسية يعني بشكل عام لا تهتم ولا تعطي للجزائر الأهمية التي تستحقها في هذا التحليل، بل تعتبر زيارة فرانسوا هولاند كمحطة كغيرها من المحطات التي يقوم بها رئيس دولة عندما يتحرك في دول العالم. لكن عندما صحيح أن الكم ليس في الموعد، لكن النوع موجود. يعني فالإعلام الفرنسي تناسى في مختلف المقالات التي نشرت اليوم الأبعاد الاقتصادية لزيارة هولاند، أين تحاشت الإشارة إلى رغبة دوائر صناعة القرار بفرنسا في إعادة البريق المفقود للاقتصاد الفرنسي من بوابة تعزيز تواجد الشركات الفرنسية بالجزائر والتي فقدتها لصالح الشركات الصينية. لكن في النهاية هذه وسائل الإعلام هذه ليست لا ترقى إلى التحليل الفرنسي في أعلى مستوياته، ذلك أن فرانسوا هولاند ويعني والشخصيات التي تحيط به في التعامل مع الملف الجزائري هي واعية تماما بأن الجزائر شريك، يعني شريك قوي. مجيء الفرنسيين في أعلى مستوياتهم إلى عنابة مؤخرا وقبلها إلى وهران، يعني فيما يتعلق بتلك الصفقات، صفقات ألستوم وصفقات رونو، فيه إشارة إلى الأهمية التي يعني تكتسيها الجزائر كشريك لفرنسا. فهولاند الذي دشن حملة انتخابية رئاسية مسبقة عبر مغازلة أصوات أكثر من 1,000,000 ناخب فرنسي من أصول جزائرية يراهن على دعم جزائري سواء كان اقتصاديا أو سياسيا.